بداية تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد أولاف شولز، جرى خلالها تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والصناعة. كما تطرق بذات المناسبة إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين، لا سيما الوضع في القارة الأوروبية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل.